تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار الجزائري في البورصات العالمية ليسجل 135 دينار جزائري، فيما تكشف المؤشرات البيانية والأرقام ارتفاعاً محسوساً لقيمة الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي حسب معدل الصرف الشهري في ظرف السنة. ارتفاع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 7 ملايير دولار، وتحسن مؤشرة الميزان التجاري الذي حقق 17 مليار دولار العام الماضي يعود إلى السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة، فهل يمكن أن نضمن تعافي الدينار لمدة أطول؟ يعني أعتقد أن تحسن قيمة الدينار مقابل الدولار هي تحسن ظرفي، لأنه ليس تحسن مقابل كل العملات. يعني لو أخذنا مثلا مقابل اليورو لوجدنا أن اليورو قبل سنة كان يساوي 141 دينار وأصبح اليوم يساوي 148 دينار، يعني هناك يعني تحسن في قيمة اليورو وليس تحسن في قيمة الدينار. أما بالنسبة للدولار فنجد العكس، يعني كان من قبل حوالي سنة يساوي 140 دينار وأصبح هذه الأيام 135 أو 136 دينار، بمعنى هناك تحسن في ظرف سنة. ولذلك أعتقد بأنه يتعلق ببعض المؤشرات الظرفية، تحسن في الميزان التجاري، تحسن في الميزان المدفوعات، وكذلك لأنه نحن نتعامل كثيرا في التجارة الخارجية بالدولار. ومع ذلك هذا لا ينفي أنه لا يمكن أن نضمن بأنه أن نقول هناك تحسن أو تعافي مستمر. تحديد قيمة الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي مرهون بمؤشرات التجارة الخارجية وعوامل أخرى مرتبطة بتقلب العملات، خاصة وأن الطلب على العملة الأمريكية انخفض في الفترة الماضية، وهو ما قد يفسر ارتفاع الدينار الجزائري أمام الدولار الأمريكي.